أغرب الأرقام القياسية حول العالم. يا ترى شو الأفكار اللي بتخطر ببالك أثناء وجودك في الحمام؟ الأمريكي كيفن شيري قدر يكسر 46 مقعد مرحاض بدماغه خلال دقيقة واحدة، ودخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية بفضل هالمقدرة الغير عادية. أكيد هالفكرة الرائعة خطرت بباله أثناء وجوده بالحمام. جيل دريك وهي أم لطفلين من مدينة كينت الإنجليزية قدرت تصدر صوت بقدرة 129 ديسيبل، وهو أقل بعشرة ديسيبل فقط من صوت الطيارة عند اشتعالها. وأكدت جيل إنها نادرا ما بتستخدم هالموهبة والمهارة الغير عادية اللي اكتشفتها صدفة أثناء رحلة للندن. سبق من كسرة إيدك أو إجراك؟ كيفن كانيبال أكثر شخص كسر عظام جسمه، كسر عظامه 433 مرة خلال مسيرته بركوب الدراجات الهوائية، رغم أنه عدد عظام جسم الإنسان 206، يعني كل عظم بجسمه انكسرت مرتين أو أكثر، وهيك بكون دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية وفاز بلقب أكثر شخص مكسر عظام جسمه. عمرك سمعت عن إنسان بيقدر يزيل عينيه ويخرجهم من مكانهم الطبيعي؟ الباكستاني أحمد خان بيملك موهبة غير عادية وجمجمة غريبة وفريدة من نوعها، بيقدر يزيل عينيه ويخرجهم من مكانهم الطبيعي لمدة طويلة بتوصل لثلاث دقايق وخمس ثواني، وهيك بكون دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية وصار صاحب أطول حملقة بالعالم. الصيني وان ويبو قدر يوقف على أصابع السبابة والوسطى لمدة 19.23 ثانية، ودخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية بفضل هالقدرة الغير عادية. انضموا للقناة حتى يصلكم كل جديد، وما تنسوا تدعمونا باللايك وشكراً.